ينقل لك فرد ناقل او اكثر من ناقل, يقول لك يا ابا اخي برا فرض موجود فلان الفلاني برا هذه الغرفه. نعم. اجوا فرد اثنين من الاخوه الان العدول نقلونا قالوا يا ابا اجى الشيخ فلان برا هذه الغرفه. فاحنا هذا صار اعتقادنا عن تقليد لو مو عن تقليد, عن تقليد لانه في الواقع احنا ما شفنا فلان فلان مره اخرى. لا انا اشوفك الان, اشوفك الان اعتقادي بوجوده, يعني اقول ان فلان موجود, هذا عن تقليد لو مو عن تقليد, مو عن تقليد. ولذلك ذلك الاعتقاد الاول شبيه قابل للنقض تمام لو لا؟ اما هذا الاعتقاد الثاني قابل للنقض لو مو قابل للنقض؟ مو قابل للنقض. انا جاي اشوفك. فاليقين اللي مذكور هنا هو اليقين بالمعنى الأعام, هنا المذكور منطقيا يعني مذكور هنا اليقين بالمعنى الأعام. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من هذا الكتاب اليقين بالمعنى الأخر, اليقين بالمعنى الأخر وهو المبحوث ونبحث اليقينيات من هذا الكتاب. نقول أعلى تسمية التصديق. على اعتبار احنا عندنا تسمية للتصديق تصديق القسم الأول هو اليقين, القسم الثاني هو بل قسم اليقين. أعلى قسم هو اليقين والقسم الثاني هو الظن. تقول أعلى قسمي اليقين على قسم اليقين لا عن تقليد لا لا أعلى قسمي التصديق. أما الوهم والشك, فالوهم والشك في الواقع من الجهل, ويعني الوهم من الجهل والشك من الجهل وليس من العلم. هذا واضح. الشك من الجهل أيضا نجي. الشك من الجهل والوهم كذلك من الجهل. الوهم يعني مثلا أقول لك أنت يجيب لك فرد واحد خبر مثلا وشكيت أن هذا الخبر ما أدري صحيح, هذا الخبر ما أدري ما صحيح. أقول لك شنو رأيك بالقضية اللي نقلها فلان أنه صاير فرد مسألة الفلانية مثلا. انت شنو تقول؟ تقول والله ما ادري, ممكن ان يكون هذا قوله صحيح ممكن ان يكون قوله هذا مو صحيح. شنو تقول انت عالم؟ لا طبعا مو عالم, جاهل بهذا الشغل تمام لو ما تدري بيها يعني. او انت نقل لك فرد واحد خبر يقول لك يا ابا مثلا عود فلان اجى مثلا من انجلترا او فلان اجى من المكان الفلاني, هذا فلان كثير الكذب ويحتمل ان يكون خبره هذا مثل اخبار الاخرى ايضا بكذب. فانت اقول لك يا ابا صحيح فلان جاي من المكان الفلاني, تقول لي والله استبعد. تقول لك ليش مو نقل فلان؟ تقول ايه فلان كثير الكذب وانا ما رتبت على قول اثار لانه احتمال 80% فلان مو جاي واحتمال 20% فلان جاي. فنقول انت عالم بمجيء فلان؟ ايضا مو عالم بمجيء فلان, متوهم لمجيئه. هذا يحتاج الى ان نقرا ونطبق الواضح. ننتقل إلى الموضوع الآخر وهو الجهل وأحكام الجهل. إحنا ظاهر نمشي لطيف. لا نحاول نأخذ أحكام الجهل حتى نوصل إلى أحكام العلم. العلم ضروري. الجهل شنو معناه؟ إحنا الآن عرفنا معنى العلم فيما تقدم. شنو قلنا معنى العلم؟ قلنا معنى العلم إنه تحضر صورة الشيء في العقل. عند العقل. الجهل شنو معناه؟ يقال الجهل هو عدم العلم. شلون يعني عدم العلم؟ يعني كما أن العلم معناه حضور الصورة, الجهل معناه انعدام لهذه الصورة. أنا أقول لك أنت الآن مثلا تعرف الأمر الفلاني, تقول إيه أعرفه. تعلم بالأمر الفلاني, نعم أعلم بالأمر الفلاني. يعني شنو معناها تعلم بالأمر الفلاني؟ يعني معناها صورة الأمر الفلاني موجودة في ذهنك. مرة أخرى أقول لك مثلا أنت تعلم بالأمر الفلاني, يعني مثلا تعرف حكم المفعول لأجله شنو منصوب مرفوع باللا معها. يعني شنو معناها؟ يعني معناها صورته مو حاضرة في ذهنك. يعني الجهل معناه عدم حضور الصورة والعلم معناه حضور الصورة. لكن هذا شنو حضور صورة الشيء؟ العلم معناه حضور صورة الشيء في الذهن, والجهل معناه عدم حضور صورة الشيء في الذهن. لكن هذه القضية في الواقع ليست على إطلاقها, هذه مقيدة. شلون مقيدة؟ يقال إن الجهل هو عدم العلم في أي حال. عدم العلم, عدم العلم ممن له استعداد للعلم. وإلا إحنا الآن ما يصير نقول هذا الحائط جاهل, ما يصير نقول هذا الكتاب جاهل, ما يصير نقول هذا الكرسي جاهل.
يعني الآن لو تحشيلك فد واحد كتاب والله هالفلس كلش جاهز، هذا الواحد يتقبل هذه الحشاية من عندك؟ ما يتقبلها. ليش؟ لأنه يقول لك الكرسي أصلا ما بي قابلية تعلم وعلم ومعرفة حتى أنت تصفه بالجهل. كذلك لو وصفت هذا الجدار تقول هذا الجدار ما يشوف أعمى، هذا الوصف صحيح؟ أيضا مو صحيح. ليه؟ لأنه هذا الجدار ما بي قابلية الإبصار. أو أنت مثلا شفت لك حمار تكرمه وقلت هذا الحمار والله مو قوي بالحساب مثلا أو مو قوي بالكيمياء، فواحد يضحك عليه ما يشرب مياه يقول لك يا أبا هذا الحمار أصلا ما بيفرد قابلية يتعلم حساب أو يتعلم كيمياء. ليش ما تقول لا استعلم؟ إذن الجهل في الواقع يقولون عنه هو عدم لملكة، يعني التقابل بين هنالك حالة تقابل تنافر بين الجهل وبين العلم، التقابل والتنافر الموجود بين الجهل وبين العلم كما سوف إن شاء الله في مبحث التقابل هو من نوع التقابل بين العدم وبين الملكة. شنو المقصود بالملكة؟ الملكة يعني معناها القابلية، القابلية الذاتية اللي موجودة في الشيء، القابلية الذاتية الموجودة في الشيء هذا نسميها ملكة. من قبيل شنو الملكة؟ من قبيل قابلية وملكة الإبصار عند الإنسان. الإنسان قابلية أنه يشوف عنده عيون. من قبيل العلم يعني الإنسان من طبيعته أنه عند ملكة العلم والتعلم إلى آخره، هذا نسميه ملكة وقابلية. ولذلك انعدام هذه الملكة، انعدام هذه القابلية عند من له الاستعداد لهذه القابلية نسميه جاهل. الإنسان عند قابلية العلم حينما تنعدم قابلية العلم وحينما ينعدم العلم بشيء نقول هذا هو الجاهل. ولذا يقال أن التقابل بين الجهل وبين العلم هو التقابل بين الملكة وبين انعدام هذه الملكة، عدم وجود هذه الملكة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل لهذا المبحث في مبحث التقابل الآتي عند بحث أنواع التقابل. إذن الآن الجهل هو عدم العلم ممن له استعداد وقابلية للعلم. هذا الجهل مثل ما العلم قسمناه إلى قسمين، أيضا الجهل قسم إلى قسمين. العلم مش قسمناه، العلم قسمناه إلى تصور وإلى تصديق. وقلنا شنو التصور؟ إن التصور معناها أنه أنت صورة الأشياء تحضر بذهنها، نقول أنت متصور للأشياء، تتصور الشيء الفلاني تقول إيه أتصور، تعرف الشيء الفلاني إيه أعرفه. شنو معناها؟ يعني معناها صورة حاضرة في ذهنك. التصديق شنو قلنا؟ التصديق معناها هم صورة الشيء حاضرة بذهنك وهم تحكم عليه بأمر من الأمور. تقول مثلا الشمس طالعتهم، صورة الشمس حاضرة بذهنك، صورة طلوع حاضرة بذهنك، ثم تحكم عليها بالطلوع وتذعن نفسك بطلوعها وبوجودها وبشروقها. الجهل نفس الشيء، هم نقسمه إلى جهل تصوري وجهل تصديقي. شنو نقصد بالجهل التصوري وشنو نقصد بالجهل التصديقي؟ هذه المسألة مهمة. الجهل التصوري قلنا الجهل يقابل العلم. شلون يعني يقابل العلم؟ يعني الجهل معناه نفي العلم، عدم العلم، عدم وجود العلم. عدم وجود العلم عند اللي إلى استعداد للعلم، اللي إلى قابلية تعلم. الجهل التصوري شنو معناه؟ نشوف العلم التصوري شنو معناه. شنو معنى العلم التصوري؟ حضور صورة الشيء في عقل الإنسان، إنه صورة الشيء تحضر في عقل الإنسان. الجهل التصوري شنو معناه؟ معناه انعدام صورة الشيء في عقل الإنسان. إذا صورة ما موجودة في عقل الإنسان نقول هذا عند جهل تصوري. زين شنو معنى الجهل التصديقي؟ الجهل التصديقي هو ما يقابل العلم التصديقي. العلم التصديقي شنو معناه؟ معناه انه تصور زائد الحكم. هل الحكم اللي موجود؟ هل الإرعان موجود؟ نقول هذا اللي جاهل جهل تصديقي ما موجود عنده، ما موجود عنده حكم، ما موجود عنده إرعان، ما موجود عنده اعتقاد، ما موجود عنده جزم، ما موجود عنده تصديق أن تصدق نفسه بمطابقة هذا الأمر للواقع أو بعدم مطابقة هذا الأمر للواقع. هذا صار واضح الفرق بين التصور والتصديقي.